ازيكم يا رجاله، معاكم فيديو جديد وبدايه سلسله جديده يا شباب. بعيدا عن الالعاب وبعيدا عن كل حاجه هنتكلم فيها عن الكوره وخاصه عن ريال مدريد، فانا سميت السلسله دي بيت مدريد. ويعني قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات عن الاسم. وانا المفروض ان انا كان عندي قناه ثانيه بقدم عليها محتوى الكوره، لكن الصراحه يعني مش جايبه همها، فهنقدم هنا باذن الله، احاول اقدم كل حاجه هنا يعني. فالنهارده يا رجاله هنتكلم عن ريال مدريد. زي ما قلت لكم السلسله دي كلها هنتكلم عن الريال وماتشات الريال. لو حابين ممكن نعمل سلسله ثانيه ونتكلم عن الماتشات، يعني ابرز الاحداث بتاعت الاسبوع، نعملها كده حلقه كده في الاسبوع نتكلم على ابرز الاحداث. لكن النهارده هنتكلم يا شباب عن سحق ريال مدريد لفالنسيا 5-1، المباراه اللي شهدت تالق فينيسيوس ورودريجو وكارفاغال والفريق كله، اغلبه يعني مش كله، اغلبه كان متالق وانفجرنا الصراحه في ظل غياب نجمنا الاول بيلينغهام اللي كان نفسي ياكل من التورته حته ويجيب هدفين ولا حاجه يفرق في الهدافين. لكن يعني الحمد لله على الاصابه بتاعته، اتصاب في الماتش اللي فات، يعني باذن الله يرجع تاني اقوى واقوى ويدمر الدنيا مره تانية في الدوري الاسباني. نيجي بقى نتكلم عن الاهداف، والهدف الاول العالمي من كارفاغال، على طول الكره جايه له بيستلمها على مرتين ويحطها بشماله على طول في الدقيقه، جول عالمي الصراحه. وكارفاغال واحد من افضل لاعبين الريال، ان لم يكن كافضل مدافع في منظومه الدفاع كلها، مش قلب دفاع، هو كارفاغال الصراحه مستواه ثابت الحمد لله الموسم ده، يعني خبره تحسه خبره كده ولا من الدنيا، ومؤدي الصراحه هجوميا او دفاعيا. شفته النهارده عمل مباراه هجوميه عامله ازاي، شفته مباراه دفاعيه برده كان عامل ازاي، يعني كان واقف على حيله شويه. وبرده يعني ماتش برشلونه برده الكلاسيكو الاخير انقذ انفراد حرفيا، مش فاكر كان من مين، من فيليكس تقريبا. فهو كارفاغال صراحه الموسم ده عالي جدا، وواحد من افضل لاعبين الريال مدريد بعد بيلينغهام هو كارفاغال الصراحه. والريال بداها شرس جدا على طول بعد الهدف اللي جابه كارفاغال في اول دقيقتين، ضغط عالي وتسديدات وكرات خطيره، ويجي على طول فاول في الدقيقه 7 من توني كروز بيحطها في القائمه وفي العارضه، اسف، بتفجر العارضه حرفيا، لكن للاسف ما تدخلش، كان هيبقى جول جامد جدا من كروز. وكان خلاص يعني كان في وقت حرفيا اول 7 دقائق انا مغلوب 2-0 فالنسيا كده، شكرا الماتش بتاعها انتهى وخلاص كده، يعني روحوا احسن مدينتهم بقى ولا بلدهم. وعلى طول ضيعت انت هجمه كروز وفاول كروز، على طول بيرد عليك بعرضيه جميله جدا الصراحه في ظل هفوه دفاعيه من ألبا وكامافينجا ومندي، يعني في كوسه كده حصلت، ألبا مش عارف ماله الصراحه، يعني مش عارف انت مش مظبوط ليه ألبا، عمال يتزحلق على اي كوره وتحسه يعني كده عبيط، يعني هو عبيط في الملعب. عارف انا كنت بحبه الصراحه، لكن مستواه الصراحه في النازل بقى له كام ماتش، اتمنى ترجع لمستواك تاني ألبا، عشان مش هينفع احنا كده، مش هينفع حرفيا. والواد على طول بيرقص وبيسدد كوره حلوه جدا، لكن لونين بيصدها صدي جامد جدا الصراحه وبيشيلها في ظل طبعا غياب كيبا اللي اتصاب من كام يوم، معرفش بقى هيرجع امتى الله اعلم. يعني احنا جايبين كيبا عشان يعوض كورتوا، اتصاب كيبا او يعوض اللي ما يتسماش، فماشي. وعلى طول يا باشا الماتش سخن، على طول فالنسيا بيروحوا بهجمه بسرو جميل جدا من خط الوسط بيودي انفراد، لكن لونين الحمد لله تالق وتعملق وشال الكوره تصدي جامد جدا. وهي بس يعني الماتش فضل على الهادي كده خالص، والريال عمال يضيع له كام تسديده كده فعلى الهادي خالص، والدنيا بسيطه. في الدقيقه 40 على طول كارفاغال بيدي باص بين رجلين المدافع بيلعبها لرودريجو، رودريجو عرضيه عالميه، وفينيسيوس بقى قال لك ايه، قال لا خش، عملها كده يعني غمزها، هو كان واقع اصلا بس هي مشيت معاه الحمد لله يعني، وغمزها كده خبطت في القائم تدخل في الشباك الحمد لله. الهدف الثاني لينا في وقت حرفيا قاتل جدا، قبل ما تخرج من الشوط الثاني، قبل ما تخرج للشوط الثاني ده بقى وقت خلاص، انت كده شكرا، انت كده بتنتهي بتقضي على الفريق الثاني. يعني حاجه الصراحه كانت جامده جدا، وفعلا نزلوا الشوط الثاني ما كانوش مركزين خالص خالص خالص، وباصات كتيره غلط، والفريق خلاص تحسه تفكك وفالنسيا مش فايقين. وعلى طول غلطه من الدفاع بيلعبها لفينيسيوس جونيور اللي بيستلم وعلى الهادي خالص، ماشي على الهادي وبيبص للزاويه وبيحط قذيفه حرفيا عالميه في الزاويه الضيقه، جول اسطوري، وبينتقم من فالنسيا طبعا بعد الموسم اللي فات اللي حصل فيه من اللعيبه ومن الجمهور، لكن هو انتقم منهم في المباراه دي يا شباب، وجلدهم جلد، وراح بقى يرقص احتفاليته وعمال يرقص ويودي، والعنصريه اللي كانت بتعرض لها يعني. ففينيسيوس صراحه يعني عمل مباراه جامده، وما كنتش متوقع منه كده، كان عامل مباراه جامده الصراحه. بس بقى معلم فتحت على الاخر خالص، وعلى طول الحارس برده بيغلط يلعبها لرودريجو، رودريجو بيحط الرابع، وبرده رودريجو بيرقص كده ترقيصه جميله وبيحط الخامس. رودريجو وفينيسيوس عملوا لقاء الصراحه عالمي، وعوده العلاقات معاهم خلاص، انتوا كده حبايبي، يعني لو هنفضل بالمستوى ده حرفيا احنا هنبقى جامدين جدا، ومعانا بيلينجهام ورا احنا هنبقى جامدين جدا. فيعني اتمنى
تفضلوا على المستوى ده. اتمنى تفضلوا على المستوى ده رودريجو، سواء رودريجو او فينيسيوس، اتمنى يفضلوا كده ومركزين كده، وفينيسيوس بالذات يكون مركز. اننا محتاجينكم جدا للقاءات الجايه، وربنا يستر. ايه الليله دي وعندنا دوري ابطال وبتاع، متاهلين اول مجموعه، فعايزين ايه نمشي الدنيا مع بعضينا، ومش عايزين نخرج من دوري ابطال بفضيحه. ابوس ايديكم الموسم ده، يعني نعدي الموسم ده على خير ونزق الدنيا لغايه لما نشوف بقى حوار امبابي ده في الشتاء بقى، ولا في الصيف، ولا هيجي ولا مش هيجي. بس لازم نجيب واحد يعني مهاجم، لازم نجيب مهاجم يا جدعان، لازم نجيب هجوم ومهاجم شرس كمان، مش اي مهاجم والسلام. يعني اوسيمان موجود بقى عندك، الشباب دي كلها برضه كالعاده لازم نلبس جول في اواخر الدقايق. يعني عاده ريال مدريد نلبسنا جول، لكن اللي يرضك ان احنا اقوى دفاع في الدوري. يعني احنا اقوى دفاع في الدوري بعد كل ده، احنا مسجل يعني داخل في مرمانا 9 اهداف بس في 13 مباراه، ده معدل كويس جدا، ومنهم تقريبا 4 من اتلتيكو مدريد او 3 من اتلتيكو مدريد، فانت كويس 6 يعني لابس الاهداف دي كلها. السوم هم كتير، لكن هم كتير في لما 9 اهداف بس كل ال 13 لقاء. فبصراحه عاملين ماتشات دفاعيه كويسه، رغم ان الدفاع مش موجود اصلا، لكن اغلبهم متصاب. يعني ميليتاو متصاب، وريديجر تقريبا مش عارف متصاب ولا مطرود ولا ما اعرفش، والله ما اعرف دنيته ايه، مش فاكر الصراحه. وهي برده احنا تاني اقوى هجوم بعد جيرونا، اللي مش عارف فيها معلم، فيها معلم. طلع النبي كده يا اسطى في قلبك، ومش ناوي تنزل. طيب احنا عايزين نطلع في الصداره كده، عايزين نمسك اي حاجه. طيب اسبوعين ثلاثه حتى بعد كده ارجع تاني، مش هقول لك لا، بس هو كده كده هيقعوا، يعني كده كده جيرونا هيقعوا ويتعثروا، واحنا لازم نستغل بقى الفرصه ونتصدر باذن الله. اننا برضو ورانا ليله، ورانا ليله، يعني ورانا برشلونه بفرق تقريبا نقطتين، لو كسبوا اللقاء اللي هيلعبوه بكره هيبقى فرق نقطتين بينك وما بينهم. وعندك برضو اتلتيكو مدريد متاجل لهم ماتشين، فبرضو لو كسبوا ممكن يبقى فرق تقريبا نقطه او تعادل معانا، يعني حوار ضغط. والدوري الاسباني الصراحه الموسم ده خرافي، الجيرونا يعني حسنوا الدنيا من نفسهم، وبرضو اتلتيكو برضو حسنوا الدنيا. الريال بقى وبرشلونه يعني بيروحوا ويجوا كده، يعني شويه يبقوا حلوين شويه يبقوا وحشين. ربنا يستر على الاهداف الجايه وعلى الماتشات جايه وعلى كل حاجه جايه. بس يا رجاله اتمنى كل ده يعجبكم، استعطوا بيه فيديو خفيف بسيط، حبيت اتكلم عن اللقاء ويعني نحكم مع بعضينا، واقول لكم ايه رايكم في السلسله لو حابين نعملها في القناه دي، ولو حابين نتكلم عن دوريات عامه، نتكلم عن الدوري الانجليزي ونتكلم عن الدوري ابطال والكلام ده في القناه دي في قناتي الاساسيه. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات ولايكاتكم بقى وحركاتكم بقى، عشان إيه نستمر كده ونحاول نعمل اي حاجه، قلت اغير محتوى كده نشوف ايه الدنيا، عشان مش عارف مش شغاله خالص معايا. فالحمد لله كل ده عشان تحطش لايك، والله عارف انت تحط اللايك هنبقى كويسين، هنبقى كويسين. بس ارجعكم محمد نبيل، في امان الله، اشوفكم الحلقه الجايه، مع السلامه يا شباب.